السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دع الله أن يشفي مرضاكم ويرحم أمواتكم ويسر أموركم ويبعد عنكم كل أذى يؤذيكم. اللهم أن يمن بالأمن والأمان على بلدنا العراق ويعود بلدنا العراق إلى الأكثر والأكثر في الزراعة. بلاد ما بين النهرين وادي الرافدين العراق الذي كان يسمى ويلقب بلد السواد، وإن شاء الله سيكون بلد السواد الأكثر، والأغلب العراقيين سيكون عندهم الاهتمام للحملات لزراعة وتجير بلدنا. أسعي بكل جهدي وكل طاقتي رغم الظرف اللي أمرن به، وكثير الأخوان يعرفون رجلي انبترت يوم 18/2/2020. رغم هذا وهذا الحر وشدادة الحر والتهاب الرجل الثانية عندي، اليوم تاريخ 5/7/2020 الأحد، رغم درجة الحرارة العالية ولم أستريح ولم أعرف الراحة. شنو الراحة؟ أقول لا، إنه يتعدى هذا الموسم 2020، والكثير من المتشوق لزراعة بذور شجرة النيم، الشجرة المثالية، الشجرة الطبية، الشجرة التي تخصب الأرض، الشجرة التي تعطي الأكسجين أكثر الأيجار، وهي الأيجار من الأيجار الملائمة إلى البيئة، وأثبتت جدارتها عند كثير من الأخوة رحم الله والديهم. الكل من أرسل لنا فيديو عن الشجرة. طبعا الشجرة بداية النمو مالتها أول سنة مثل ما تشوفون، يعني هاي النبتة من العام من أمها الأساسية، يعني من أمها نبتت. تشوفون هذه السنة مر عليها وإنما بطيئة النمو، ولكن كل سنة، السنة الأولى السنة الثانية رح يصير بها اندفاع أكثر، والسنة الثالثة إذا بعض الأجواء الحارة شديدة الحرارة وتلوح الشمس مباشرة شيء متوفر لها راح تثمر. ولله الحمد والشكر الكثير من الأخوان، يعني الأخ إحسان من أهل كربلاء، والأخ عبد الله منتظر من كربلاء، والأخ مهدي الفتلاوي من كربلاء، والأخ علاء الطائي من بابل، والأخ أبو مصطفى ثامر الشمري من بابل قضاء المسيب، والبعض الكثير من الأخوة من عدة محافظات اللي قاموا بزراعة أعداد. إن شاء الله زمان سنة 23 ما رح نحتاج إلى بذورها من خارج العراق. السنة 23 رح تعطينا بذور بكميات هائلة، يعني كل من الأخ، مثلا الأخ أبو مصطفى، وأنا أعزه جدا جدا هذا الرجل، يعني رغم رجل كبير بالسن ما سابق ما زارع، يعني أحمد الله وأشكره جدا أنه الصديق والأخ المثالي اللي ما ناكر المعروف، والكثير من الأخوة اللي جاي يبادرون وياي واللي يسعون وياي بهذه الحملة من أجل تيجير وطننا العراق. أشكر كل من بادرنا بالكلمة الطيبة والدعاء وخالص الدعاء، يعني أشكركم جدا جدا. هدفنا ليس من أجل التجارة ولا من أجل الأرباح ومن أجل المناحرة، بل ذكرت عليكم عدة مواضيع يا ناس يا أخوة، شكلوا مجاميع وقسموا هذه البذور عليكم، يعني من تذاكر طيران، من شحن البذور، من الفندق، من المواصلات. فأنا رجل لا وزير زراعة ولا وزير مالية ولا وزير التجارة، رجل ناشط وجدني حرقتني الحرقة على بلدي. قل ليش هذا بلدي؟ الأغلب الجهات المختصة غير مهتمة. شوفون يعني شجرة النيم الأصفر، شوفونها هذه لها سنة ونص من تهتم بيها وتحط لها العودة وياها، عودة وياها حتى ما تروح
تميل إلى اليمين أو اليسار. وذكرت لكم سابقا بعض الأقفاص وأصور لكم الكثير عنها من الأشجار القوية. فليس دولة مصر أفضل من العراق لكي تكون مستقبلا شجرة النيم، يعني مستقبل دولة مصر، فلما تكون شجرة النيم مستقبل دولة العراق، البلد اللي علم العالم الزراعة. وللأسف نجد بلدنا العراق مهمول بيئة الزراعة. أغلب الناس والكثير من الناس يقولون أنه الزراعة انتهت بالعراق، بل الذي يقول هذه الكلمات إلا هو متعاون ومتآمر على تدمير بيئة العراق. وإن شاء الله وبإذن الله نشكر الأخوة بكل محافظات العراق اللي يسعون بكل جهتهم وإمكانيتهم لإحياء بيئة وطننا. وإن شاء الله سيعود العراق إلى الأكثر والأكثر إن شاء الله. بخدمتكم ملك البذور أبو تبارك العراقي. شهر السابع إن شاء الله بذورها ستكون موجودة بالعراق لمراسلة أخوكم في الله حسين علي العبادي. الواتساب 0780243461. بخدمتكم، خدمة كل العراقيين وبكل محافظات العراق. هل ستكون مشاركات بدون مبالغ، بدون ما نقول يعني مبلغ كذا وكذا إلى كل شخص إلى هيك مبلغ، وتصير مشاركات بكل الجروبات؟ ليش انه اراسل بعض الاخوة والمتواصلين وياي من فترات ما لهم مشاركات، اجد المشاركات من الاخوة الجدد، فارجو المشاركة من الجميع.